الاجتماعية والأبدية. هذا هو المهدي للأبد، وأنه بين فينا والأخرى يتبخش شيء شاقول لك شد كل توابين ديال دي التجربة الحياتية والشخصية ديال دي الكاتب. يدخل الإطار ديال الرؤية ديالو للعالم والأشياء والتفاصيل إلى غير ذلك. مرحبا. فردوس فردوس بليهو طالبة جامعية بكلية المتعددة في التخصص بالعرائش، مسؤولة مكلفة بنادي القراءة، منسقة نادي القراءة. نعم، حصل على ديبونسير مقاولات. نعم، إذا يمكن تكلمنا على الأهداف ديال النادي ديالكم. أهداف النادي هو تشجيع القراءة وتشجيع الشباب على مناقشة الأعمال وتشجيعهم على القراءة واكتشاف أعمال جديدة مغربية وخصوصية وعربية كذلك مترجمة. نعم، والتأسيس ديال النادي فوقاش كان؟ كان في أواخر ديال أكتوبر،
تأسس في المكتبة الوسائطية عبد الصمد الفلاوي، وحنا كنتواجدوا الأغلب كل يوم جمعة على الساعة الرابعة كنناقشوا كتاب جديد، يعني أسبوعيا كنقراو كتاب جديد. نعم، ومن ناحية القراءة اختيارات ديالكم القرائية كيفاش كتكون؟ يعني كتتنوعوا في القراءات وكتكون أكيد كل واحد كيقترح عمل كنتفقوا إما ديمقراطيا أو بالقرعة إذا ما اتفقنا. نعم، أهم الأنشطة اللي نظمتوها يعني منذ تأسيس القراءة؟ الآن أنشطة محددة في تعريف ديال نادي قراءة وسط المدينة، كان عندنا نشاط في الجامعة ودابا حنا يوم متواجدين في المعرض الشعبي. نعم، الأنشطة اللي نظمتو في الجامعة كانت حوليش موضوعات ديالها؟ قراءة دائما. ونظمتو الفعاليات اللي نظمتو، يعني الشخصيات اللي استضفتوهم؟ استضفنا أستاذ أحمد الحراشي، كان نقاش حول